السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم طريقه فصالات وخياطه هذا البيجاما هذا او شوميز دونوي اللي هي رائعه جدا سواء للنوم او للبيت. اللي خديت انا هذا التوب هذا هو توب ديال الخيط، وخديت هذه اللي غادي نديرها اللي غادي نزين بها. ثم خديت هذا الشكل هذا اللي غادي نديرو في اسفل ديال السروال ديالي او انني نستغنى عليه، فقط غادي نكتفي بهذا وهذا. بالنسبه للمراحل اللي غادي نحتاجو في السروال ديالنا، فغادي نتنيو التوب على اربعه من طبيعه الحال. غادي ننزلو بالالاستيك او المطاط بخمسة سنتيم. هنا هاد القيمة هادي هي دورة الحوض مقسومة على أربعة زائد أربعة زائد واحد للخياطة. هادي غادي تكون هنا، غادي تكون هنا، غادي تكون هنا، غادي تكون هنا، يعني غادي نشكلو بها مربع. ثم نخرجو من هنا بأربعة سنتيم للأمام، ومن هنا لهنا بثمانية سنتيم للخلف بهذا الشكل هذا. ثم غادي ننزلو هنا ونديرو العرض اللي بغيناه، مثلا 12 سنتيم بهذا الشكل هذا، ونجمعو بهذه الطريقه هذه. ثم هذا نجمعوه بهذه الطريقه هذه ايضا صافي. وهنايا غادي نمشيو بهذا الشكل هذا كيف غادي تشوفوا. بالنسبه لمعنى هذه السيني هذه فهي توغ دو باسان بالفرنسيه، دوره الحوض بالعربيه. لاحظوا اعلى السروال كيف قلت لكم من هنا لهنا غادي ناخذو نوضعوا خطر. الا كان عندكم قد من الفوق فانتم بداو من الاعلى. ثم ناخذو 5 سنتيم بلاستيك هذا الشكل. ثم غادي ننزلو من هنا، غادي نمشيو من هنا لهنا بدورة الحوض زائد أربعة مقسوم على أربعة زائد واحد الخياطة. عندي هنا 34 سنتيم بالنسبة إكس إل. ها هي حطيتها. ثم نفس المسافة ندير خط بهذا الشكل. ثم غادي نشكل مربع هنا 34 34 34 و34 نشكل مربع. ها هو شكل لي الان مربع كيف تشوفوا. تبداو من هنا من طبيعه الحال 34 إلاستيك خليو عليكم الفوق. ثم غادي نشوفو طول السروال اللي حنا عندنا. ناخدو مترو، ناخدو مترو في الطول ديال السروال ديالنا. وهنايا ناخدو فقط ناخذ مثلا 19 سنتيم مزيانه. ممكن تصغروها ممكن تكبروها، عندكم كامل الاختيار بهذا الشكل هذا. نزيدو قيمه للخياطه، مجموع غيصبح عندنا 23 سنتيم مزيانه بالنسبه بيجاما. ثم غادي نلاقيو هذا الاطراف هذا كيف غادي نوريكم الان لافورش. لاحظوا هنا غادي ندخلو بربعة سنتيم في هذا الجزء هذا، والباقي غادي نخليوه للخلف حيت هذه طاي كبيرة حرجت لحد في القلب. ثم غادي نجيو هنا ونقادو لافوكش ديالنا.
هذا الشكل او بيدينا بشكل دائري ثم بهذا الشكل صافي. ثم غادي نجيو لهذا الجزء هذا ديال الظهر ونلاقيوه مع الاسفل بشكل دائري. غناخذوه بهذا الشكل هذا ثم نكملو او بيدينا. ثم لاحظوا باش يجينا بشكل دائري ثم نلاقيوه مع الاسفل. ثم نلاقيو الاسفل مع هذا الجزء هذا اما بهذه الاداه هذه اما بيدينا. يدينا كافي ونقطعو. ناخذوا الكورساج المعتمد عندنا هنا. انا غادي نوريكم الطريقه ديال الكورساج المعتمد من هنا لهنا. ناخذوا نصف عرض الصدر عندي هنايا 20 سنتيم ثم ننزلوا من هنا لهنا ب 3 سنتيم. من هنا لهنا ننزلوا 3 سنتيم ومن هنا لهنا ب 24 سنتيم باش نديرو خط الصدر. من هنا لهنا غادي نديرو خط الصدر وغادي نحددو هاد النقطة هادي اللي هي دورة الصدر مقسومة على 4 زائد 1 للخياطة. من هنا لهنا أنا عندي 34 سنتيم بالنسبة لطاي ستوندار، يعني طاي إم طاي إل و إكس إل يلبسو هاد الشوميز إن شاء الله. ناخذ طول الشوميز ديالنا من هنا للاسفل. انا خديت فيه 73 سنتيم وانتم عندكم اخر يعني عندكم الاختيار، ممكن تاخذوا اقل وممكن تاخذوا اكثر. ثم ناخذ الايفازي هاد التنيه ككل، يعني ناخذوه حتى النهايه. الايفازي خديته كله، دخلت هنا ب 8 سنتيم وهنا ب 8 سنتيم ودرت هذا الشكل الدائري هذا حتى ل 8 سنتيم، 8 ل 8. ثم جمعت بين هذا الخط ديال الاسفل وخط الصدر بطريقه مستقيميه صافي، اصبح عندنا هذا الشكل هذا. الان نقادو كل من حرده الابط ديالنا والعنق من هذا النقطة هذه لهنا، فاحنا ننزلو بعشرة سنتيم مقادة ثم نمشيو من هنا لعشرة سنتيم ونقادو الخط ديالنا. من العنق ننزلو من هنا لهنا باش نديرو الخلف، دائما الأمام تنقادو انطلاقا من الخلف. من هنا لهنا غادي ننزلو باثنان سنتيم ثم ندخلو باثنان سنتيم. من هنا لهنا غادي نمشيو بسبعة سنتيم والطريقة هي دورة العنق مقسومة على 6 زائد 1 وغادي نديرو دورة العنق ديالنا. من هنا لهنا غادي ننزلو ب 14 سنتيم وغادي نديرو شكل شبه في، يعني شكل في مثلثي وغادي نربطو. ثم غادي نربطو هاد النقطة هادي مع 3 سنتيم اللي نزلنا بها ونديرو الكتف ديالنا. الآن غادي نوريكم كيفاش غادي تخرجو أكمام صغيرة انطلاقا من هنا. ناخدو هاد الكتف هذا ونمشيو به بطريقة مقادة، نخرجو به لهنا مثلا 8 سنتيم أو 9 سنتيم ثم نجيو فقط لهنا، يعني من هنا لهنا غادي تكون مسافة ديال 4 سنتيم. نديرو هاد النقطة هادي ثم نلاقيوها بهذا الشكل.
بالنسبة للسروال باش نفصلو الأمام عن الخلف، فاحنا غادي نفصلوهم بهذه الطريقة هذه. لاحظوا غادي ناخذوا جزء من هاد الاجزاء العلويه وغادي ندخلوا فيها بهذا الشكل هنا باش نعطيو الامام انطلاقا من الخلف. ندخلوا حوالي 4 سنتيم هنا غادي يجي شكل مقور. الان طريقه الخياطه السروال، فاحنا غادي نخيطوا هذا الجزء العلوي ثم هذا الجزء فقط. ناخذوا اسفل السروال ونركبوا ليه هذه بهذه الطريقه هذه خياطه. ثم ناخذ السروال بهذا الشكل هذا ونقلبه ونخيطه من هنا لهنا. بالنسبه لهذا الكول هذا، فاحنا سنشدو هذا الجزء هنا حيث اننا في النهايه غادي نحيدو هذه وحيده هنا. ثم نمشيو بهذه الطريقه هذه في الخياطه. ملي نوصلو هنا غادي ندورو بهذا الشكل هذا ثم نكملو الخياطة ديالنا للأعلى. غادي نخيطو بهذا الشكل هذا. نثبتوا هذه على حرده الابط بهذه الطريقه هذه. ثم ناخذوا هذا العنق ديالنا ونثبتوا الكتف على الكتف. من طبيعه الحال من بعد ما ناخذوا الخلف نخيطوه بهذه الطريقه كامل البساطه. يصبح عندنا هذا الشكل هذا. غادي ناخذ البيسه ديالنا نجيو مثلا لهنا تنتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح وانكم تكونوا استفدتم هذا الفيديو. الى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعه الحال اشتركوا في القناه ديالي، كبسوا زر الجرس بجوار الاشتراك، انشروا الفيديو ديالي، اي تعليق او طلب ضعوه اسفل الفيديو ان شاء الله. للتواصل معي عبر جروب الفيسبوك فهو يحمل نفس اسم القناه خياطه وتريكو مع مونيا. ساندوني بالاشتراك اللايك التعليق. الى ورشات قادمه ان شاء الله. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته. السلام.